السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الفيديو اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط. عندي أمثلة وزارية عن التنقيط، طبعا أنا شارحته التنقيط عدة فيديوهات مو فيديو واحد، وقبل كم يوم شرحته تقريبا فوق 15 دقيقة، شرحته بالتفصيل. شرحته أول كلمة تبدي يعني بالجملة كابيتال، أو تجي يعني إذا كانت الجملة استفهامية نخلي علامة استفهام، وإذا كانت جملة يعني بدون يعني مثبتة نخلي نقطة. إذا كانت الاختصارات أو في حالة النفي نخلي ضمة يعني الكمة، أو المهم يعني الدول أسماء الأعلام نخليها كابيتال، الأنهار الأسابيع، المهم قلت لكم شارحته. فهسه ما اريد اشرحه، اريد بس احله، يعني امثله وزاريه تقريبا 6 امثله. هاي ال6 امثله من جبتهم؟ جبتهم من الاسئله الوزاريه من 2017 2018 2019، جمعتهم انا، طلعتهم وجمعتهم 6 جمل، فراح نحله. يلا عيني، بسم الله الرحمن الرحيم. الجمله الاولى: الي كانت ترافل تو بصره نيكست فرايداي. أنا إيش قلت؟ أسماء الأعلام هنا بادية بالكابيتال، فش نخلي؟ علي، نخلي كابيتال علي، هذه أول نقطة. كانت أنزلها وش أخلي؟ أخلي كمة. ليش؟ لأن أنا قلت بالاختصارات يعني في حالة النفي هي كانت أو كان نوت، نخلي هذا كمة. ترافل تنزل نفس ما هي، ما عندي مشكلة بها. تو أنزلها، بصرة قلت لكم الدول، إذا تراجعون فيديوهاتي أنا شارحته. نيكست تنزل، فرايداي أيام الأسابيع أخليها كابيتال فرايداي. زين، الجملة أبا وحها يعني جملة استفهامية؟ لا، ماكو جملة استفهامية، إذا أخلي نقطة. هايني هذه حصلت، شوفوا هاي النقطة الأولى، هاي وحدة، هاي اثنين، هاي ثلاثة، وهاي أربعة، وهاي خمسة، حصلتها ال5 درجات. قلت لكم هذه من الأسئلات الوزاريات مال السنين السابقة. تو، would you like to swim in the pool? Yes, I'd love to. شوفوا هاي الجملة، انتبهوا عليها، هاي الجملة بيها سؤال وبنفس الجملة بيها جواب. فأول كلمة قلت أنا would، نخلي كابيتال would، ما عندي اشكال بها. يو انزلها، لايك انزلها، تو انزله، سويم انزله، ان انزلها، ذا انزلها، هو. سمعوا لهنا وش اسوي؟ ما دام عندي هنا يس، اذا من تشوفون كلمة يس نو، اذا هاي علامة استفهام. قايل would you like، جاي يسألاني would you like، فخليت الكابيتال الدبليو والعلامة استفهام، فش اخلي؟ يس. اليس احنا ايش قلنا؟ يس اور نو، اخلي كم ون. ايد باعوا هاي الاختصار مال ايد وخلي كم ون. الاي احنا ايش قلنا؟ وين ما كانت الاي اخليها كابيتال. لوف ما عندي مشكلة انزلها تو واخلي نقطة. ليش خليت نقطة؟ لان عندي جواب. شوفوا شوفوا هسه ايش حصلت؟ هاي وحدة، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة، حصلت ال5 درجات. أحصلوا على ال5 درجات لأن تفيدكم ال5 درجات. احتمال واحد ياخذ 45، حال هذه 5 درجات صارت 50. يلا عيني، I think الآي قلت لكم أني الآي وين ما كانت أخليها كابيتال. think ما عندي مشكلة بيها أنزلها. باعوا هاي ندى، باعوا ندى، قلت لكم اسماء الاعلام. want ايش قلت لكم الاختصار مال want؟ want هي وي نوت، فخلي want. كم ون، جو انزلها، تو انزله، حله الحله، المحافظات، الدول، المدن، كابيتال. next انزلها، فرايداي الايام الاسابيع الجمعه، هذه فرايداي اخليها كابيتال وأخلي نقطة لأن ما بادية بعلامة استفهام. فأحسبها إيش كم نقطة؟ باعوا هاي وحدة، هاي اثنين، سوري، وحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، باعوا هاي حصلت 5 درجات.
يلا هسه بقت لي الرابعه والخامسه والسادسه. طبعا فيديو مهم جدا، يعني اقروا. هاي من اقول هاي؟ هاي هلو، هاي هاي منى، هاي اخليه نقطه. منى نقول هاي، لا هاي منى، هاي منى. المنى ايش اسويها؟ اخليها كابيتال، هاي منى، واخلي نقطه. زين، هاف يو، هاف يو، هاف يو سين، هاف هاي منى، هاف يو، هاف هاف يو سين، ريم ريم، هاف يو سين، هاف يو سين ريم، واخلي علامة استفهام. لان شو اقول؟ اقول له هاف يو، يعني جاي اسال سؤال، هاف يو سين ريم، يعني فاحسب ايش كم نقطة؟ هذه واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، حصلت الخمس نقاط. ريم اليوم صدفة كلها على ريم. يلا المهم، ريم كانت جو وذ هير سيستر نادية تو أربيل نيكست ويك. ريم أسماء الأعلام، ريم كانت، كانت أخلي كم ون، جو وذ أنزلها، الجو والوذ أنزلها، هير أنزله، سيستر أنزلها، نادية، نادية، نادية كابيتال، تو أربيل كابيتال، نيكست أنزلها، ويك أنزلها، وخلي نقطة لأن ما بادية بعلامة استفهام. خلينا نحصل الخمس درجات، وهاي وحدة، هاي اثنين، هاي ثلاثة، وهاي أربعة، والنقطة الخامسة. السادسة، مازن جو تو أمريكا، أمريكا، يس هي ديد. باعوا هاي سؤال وجواب، مازن خليه كابيتال، مازن جو تو، جو تنزل، تو أمريكا، أمريكا، باعوا وخلي علامة استفهام لأن هنا بادية بيس، واخلي يس واخلي ويمها يس اور نو، لازم كم ون، هي نزلتها، ديد نزلتها، ما عندي اشكال بيها، وخلي نقطه. ايش حصلت؟ واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، حصلت الخمس درجات. ماماتي هذا الفيديو كلش مهم، اقرا عليه وتجيبون الخمس درجات. ان شاء الله التوفيق.